اذا مشاهدينا خطير جدا بقلعة صراغنا مشاهدي قناة شوف تيفي. طبعا مختل عقليا حرق دار على قدها وعائلته، داروا جميع الاجراءات القانونيه مشاهدي قناة شوف تيفي بالتوجيه باش غادي يمشي يتعالج. كذلك خلصوا اللومبيلونس جوج ديال المرات، الاسعاف تيخلصوها جوج ديال المرات، لكن للاسف باقي كيتسناو لان المعنيين بالامر خارج التغطيه مشاهدي قناة شوف تيفي. طبعا غادي نشوفوا تفاصيل صادمه في هذه القضيه ديال هذا المختل عقليا هنا بدريع جوج مشاهدي قناة شوف تيفي. طبعا هاد الناس اللي عندهم وثائق ديال التوجيه، عندهم وثائق ديال سيارات الاسعاف اللي خلصوها جوج ديال المرات وما كتجيهم سيارات الاسعاف مشاهدي قناة شوف تيفي. غادي نشوفوا اب هذا الشاب هذا اللي غيحكي لنا شنو وقع بالضبط، شنو وقع لولدي. قلت لي انه هرب من محمد السادس، كان في محمد السادس وهرب وخديتوه وكتفتوه وخلصتوا لومبيلونس المره الاولى والتاليه وما جاش لومبيلونس، احكي لنا شنو واقع. دينا سيدي، دينا في لومبيلونس، دينا من القلعه خلصنا 6000 ريال ومشينا سيدي وصلناه وشدوا عندنا الوثائق كلها ودخلنا وقلنا سيدي محمد السادس ديروا سكانير وديروا التحاليل ومشينا فعلا، مشينا وبقينا حتى لومبيلونس فعلا، بقينا قاعدين نتسناو هو يهرب لنا من محمد السادس من السويطار لومبيلونس، قلبنا تعينا ما وصلنا والو. بتنا تم تل السبعة صافي، مشيت ديكلاريت عاود جيت بحالي، عاود عيطوا لي ثاني، مشيت درت واحد المحضر عمرتو وعطوني عمرو المحضر وسنيت وداوني واحد الجمعية هي ديال اسمو ديال هادشي ديال الناس المختلين ديال العقل، عطوني ورقة هاي فين هي، عطوني ورقة هاي فين هي، قالوا لي ملي تشد ايه هاي فين هي، الورقة اللي عطاني ديال الإدارة سبعة، الإدارة سبعة إذا سبع مرات هاي قال لي ملي تشد خذ ميكرو شويه الفوق، قال لي ملي تشدوه قال لي جي عيط لابيلانس وملي تكونوا داخلين لمراكش عيط في النمره 19 نتعرضوا لك حنا صافي. اليوم اللي درت الاجراءات بغيت يديه ليا ما داروا معي تحل، خلص لابيلانس 6000 ريال، خلصتي لومبيلونس على الثاني، خلصت لابيلانس 6000 ريال اخرى. ثاني ملي عيط للمساعدين ديالي هنا اصحابي شدوا كتفوه معايا وعاونوني عليه وعيط لابيلانس ما جاوب حتى واحد، عيط الشيخ قال لي ما بقاش تعيط لي في هذه النمره، قال لي ما بقاش تعيط لي في هذه النمره، قال لي هذه النمره فوتها صافي، هو يسد عليا هو يسد عليا بلوكاني هذا الشيخ. الشيخ ودير الرعب هنا وبنادم ما تيدوش، بنادم ما تيدوش هنا والو ممنوع، وتيهددنا بالقتل، قال مو قتلك، قال لي انا نقتلك معناتها اذا حرقهم. كيفاش حرق لكم الدار؟ حرق لي الدار كلها، بغيت تحرق في الليل، احنا ساكنين لتحت، هو ساكن الفوق، حرق لنا كاع المعنات، كل شيء حرقوا لينا كامل، تلفازه 20 مخده، اربعه الماند، حرق لنا كاع الكوزينه كلها، وقال لنا دروك، قال لنا واحد فيكم واحد نقتلو، اليوم قال لنا واحد فيكم واحد نقتلو، احنا عندنا خايفين. ما شناش اللي حمينا، الباب اللي مشينا ليه سادين ولينا والو، ممنوع، قالت لي المحكمة ما مشيت ليهاش، المحكمة بوحدها هي اللي ما مشيت ليهاش صافي، مو الإدارة هنا كلشي مشيت كملت، الله يرحم والديك بغينا اللي غيتنا، بغينا اللي حمينا، بغينا اللي كطلبوا اللي ينقدكم مش طلبوا اللي ينقدنا، وبغينا اللي حمينا، حنا الموحدين ديال الخبز وسادين سيمانة، ما بقينا خدمنا، ما بقينا درنا والو، علاش؟ ما فهمنا، ما شناش اللي حمينا والو، الله يرحم لك والديك، الله يجازيك، بغينا اللي حمينا، صافي والله يرحم والديك. تفضل السلام عليكم. تفضل احكي لنا على هذا المشكل هذا. شوف تي في على هذا الموقف اللي دارت معنا، يعني هذا الدري مختل عقليا وشديناه كتفناه وكنتسناه في لومبيلونس جي عندنا ومشينا خلصنا مع الصباح 300 درهم المسؤول المكلف، والمسؤول المكلف قال لك وقت ما تشدوا عيطوا مني، كان عيطوا لي تيقول لك 5 دقائق 10 دقائق 20 دقيقه 30 دقيقه من ال 12 وحنا كنصونيو عليه حتى لدابا، هاد الساعه دابا 6 عاد ولحد الان ما كاينش شي جواب، الان كنمشيو جرينا كاع البيبان جرينا، ما السيد راه جنويتو كيجري هذا كيدير كيدير واحد الخطر على الساكنه هنا ديال دري العياج يجول، دايرين واحد الخطر وكيتلقى العيالات هنا كيضربهم كيتلقى الرجاله وشعل العاليه وحرق البو الدار وحرق لي الوثائق ديال الدار، حرق لي من الفراش ما خلى لي حتى حاجه، والان حنا كنعيطوا للسلطه ما كيجاوبونا، ما كاين حتى شي نتيجه ديال الجواب، مول اللي مسؤول بلابيلونس اللي خلصنا عنده سد علينا التليفون بلوكانا ما بقاش كيجاوبنا، دا الفلوس ما بقاش كيجاوبنا، كاع نهائيا لا بايه لا بلا، ودابا حنا كنطالبوا من السلطات ومن الناس اللي المسؤولين يقفوا معنا على حساب هاد السيد، هادشي اللي كيدير لنا هادشي راه حشومه عيب عيب وعار، مخرج دار دابا تشردت كيباتوا برا راه عيب،
واش كتصور دار كتبات برا ما كتباتش في دارهم كاع، كيباتوا برا في الشارع، تشردوا شرد اسره هاد السيد هاد، والسلطه ما كايناش اللي توقف معاه مجرم، هاد الشيء كيتحملوا القائد، قائد المنطقه الثالثه هو اللي كيتحمل هاد المسؤوليه ديال هاد السيد هذا. مشينا عند القائد ما دار معنا والو، حشومه باه تيبكي وباه امه تبكي وكل شيء تيبكي، كل شيء كيبكي حشومه باه. شوف مشينا عند القائد المنطقه المقاطعه الثالثه هو اللي خاصو يتحمل المسؤوليه، هو اللي غيتحملها هو والشيوخ ديالو كافه كلهم، هما اللي خاصهم يتحملوا المسؤوليه ديال السيد هذا اللي مختل عقليا. مشينا كاع البيبان دقيناهم ما كاين حتى شي، ما كاين حتى شي جواب، ما كاين حتى شي حاجه اللي صحيحه والو، غير الوشايات الكاذبه راه موجوده، الوشايات الكاذبه واخا غدا الصباح ساعه ساعه الوشايات الكاذبه موجوده. والسلام عليكم. هاد الناس كلهم كيهضروا، هما تعال جيلاني تعال الناس ساكنه. اذا مشاهدينا كما كتابع معنا على المباشر، فهذا المباشر الخطير مشاهدي قناه شوف تيفي كما قلت خطير جدا. هاد الناس هادو اللي داروا جميع الاجراءات اللي خاصها الدار، خلصوا الاسعاف جوج ديال المرات، خلصوا الاسعاف وباقيين كينتظروا شدوا الشاب اللي هو كنتمناو ليه الشفاء العاجل اللي مختل عقليا كما شفتوا معنا، حرق الدار ديال الاب ديالو بالكامل ولحد الساعه باقي ما جاش لومبيلونس. تفضلوا معنا، تفضلوا معنا الشريف. من نهار الثلاث ومو هي في الكوميسيريه. من نهار الثلاث. من نهار الثلاث وكيجي لهنا هو كيدير الرعب هنا في الدرب. خليهم ينعسوا، ما كرفسهم، خليهم بلا خدمه بلا والو، والو ما كاين، كاين حتى حاجه ما كاين. من نهار الثلاث هما كيديروا معاه. لومبيلونس ما جاتش؟ لا. كاين الرابعة ساعات. واخا باش كطلبوا لي؟ تربوا الدراري يشدوا، داير الرعب هنا في الدوار. كيتلقى العيالات، كيتلقى الرجاله، كيتلقى هذه، كيتلقى هذه بزاف. تفضل الشريف. بغينا السلطه تحمينا، حنا بغينا السلطه تحمينا، بغينا من حتى حاجه، بغينا تحمينا تدي، بغينا نداويو. السكانير هو عندي، بغيت ندير لي السكانير، بغيت ندير لي التحاليل، بغيت ندير لي كل شيء، بغيت يداوى، بغيت يتشافى. علاش ما بغاش هاد الناس يديو لي؟ علاش خلص لا بيلانس وما بغاوش يديو لي؟ علاش؟ واش انا ماشي مسلم؟ انا راه مسلم. مالهم ما بغا يديوني؟ علاش ما يديوني؟ يديو الدري؟ علاش؟ انا موجود، انا مستعد، خلصت الوثائق كلها، الحجاج كلهم درتهم، علاش ما بغا يديو؟ علاش؟ عرفت فهمت انا كيفاش؟ الشيخ عيط لي قال لي مابقاش جاوب، مابقاش تعيط لي، فوتني قال لي الله يرحم لك والديك، هاد النمره عاد مبلوكيها، وفعلا بلوكاني. هذا الشيخ؟ الشيخ ديال الحومه ديالنا، الشيخ ديالنا، نذكر الاسم ديالو؟ لا لا لا، الشيخ ديالنا، الشيخ ديالنا ديال الحومه، اسمه، قال لي مابقاش تعيط لي، علاش؟ القائد مشيت ليه ما كاينش، القائد فعلا ما كاينش. قايد دايش عمليه مريض ما كاينش. انا بغيت السلطه تحميني، الله يرحم لك والدي، الله يجازيك، الله يطول عمرك. انا بغيت السلطه تحميني في اقرب وقت. هاد السيده تيتهدد عمو وتيتهدد اخوته، الجيران ما تيخرجوا، ما فهمت انا كيفاش. هاد السيد واش كاين هو؟ ما كاينش السلطه، ما كاين دواء، ما كاين سبيطارات، قلت له انا بغيت ندي ندوي. ومراكش قالوا لي جي مرحبا. هذه الاداره ديال مراكش الكبيره ديال الدائره 7 قال لي كي تدخل مراكش عيط في هذا الرقم نتعرضوا ليك، نشدوا ندي وندوي. هما اللي وقفوا معايا صحاب مراكش صافي، هنا القلعه ما كاينش يوقف معايا والو، ما كاينش يوقف معايا والو، ما كاينش يساندني، ما كاينش يساعدني والو، والو ما كاينش يعاوني. الله يرحم الوالدين. دوك انا بغيت يتعتقل، بغيت يمشي يتشد ويمشي يداوى صافي صافي، الله يرحم والديك. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي كما شفتوا معنا في هذا المباشر، مشاهدينا الاب بحرقه كيتكلم بالدموع طبعا، مشاهدينا على الابن ديالو اللي هو مختل عقليا. مشاهدينا طبعا هذا الاب هذا اللي خلص الاسعاف جوج ديال المرات، اليوم باقي كيتسنى في الاسعاف، يعني حرق ليه حتى الحويجات، حرق ليه الدار ديالو، لكن المعنيين بالامر خارج التغطيه مشاهدي قناه شوف تيفي كما قلت خارج التغطيه، لانه الانسان فاش يمشي يخلص لومبيلونس وتيدير جميع الاجراءات القانونيه وفي الاخير باقي كيتسنى في الاسعاف. ربما شحال هذه باش كتسنى الاسعاف الشريف؟ ما جاش من 12 من 12 وثلث لدابا باقي ما جاوش وما جاوبوكش. جاوبوني، سدوا علي التليفون، ما كاينش جواب والو. واخا علاش؟ الله اعلم، ما عرفت. واخا رساله اخيره لهاد الناس، هاد الناس الله يديهم، انا بغيت مساندوني، بغيت يوقفوا معايا، بغيت انا بغيت ولدي يمشي الدواء، وبغيت يكون راجل، وبغيت يوقفوا معايا ويساندوني. انا نشري الدواء، نشري كل شيء، واني ما وقفوش معايا. لابيلانس ما كاينه، علاش بندي؟ ما يمكنليش ندي في شي طوموبيل اخرى عاديه، ما يمكنش، خاصني ندي لابيلانس. لابيلانس صافي، وعندي الحجج ديالي، عندي الوراق ديالي، عندي كلشي، ومخلص، باش مخلص، واني ما انا اللي عاوني، ما سليش سندو. جيران تيوقفوا معايا هنا، الله يجازيهم. واحد السيد عيط لي البارح مع الوحدونس، جا عندي، ها هو فين هو؟ عيط لي ها هو، جا عندي مع الوحدونس، عبد المولى، ها هو جا عندي مع الوحدونس، وقف معايا ها هو.
هذا وقف معايا من 11 وجا عندي للدار ونوضته من النعاس وجا عندي 11 الليل 11 ديال الليل جا عندي هذا السيد هاو هذا السيد جاري عيطني مع 11 جا عندي عبد المولى لا قول كلام انت قول كلام جيت عندي مع 11 لا عيطتك جيت عندي لا ها هو قول كلام انت اي والله يرحمه. إذن مشاهدينا كما تابعتوا معنا في هذا البث المباشر من دريه العياشي جوج مشاهدي قناه شوف تيفي طبعا خطير جدا فهاد الشاب اللي هو مختل عقليا كنتمناو ليه الشفاء العاجل كما شفتوا معنا العائله ديالو اللي دارت جميع الاجراءات القانونيه خلصوا الاسعاف جوج ديال المرات واليوم تيخلصوا الاسعاف تيقولوا انهم من 12 باقين كيتسناو في سياره الاسعاف ما وصلاتهمش للاسف وتيقولوا كيدعيوا انهم سدوا عليهم الهاتف مشاهدي قناه شوف تيفي. راه العافيه فين بقى شاعله دخلوا عندها صاحبي ما عرفت ودخلوا عندك العافيه راه مشعله هو كتدخلوش للدار تندخلوا مره تندخلوا ناكلوا ونخرجوا صافي كلشي هارب كلشي هارب كلشي هارب من كلشي هارب من الدار والعافيه هي في ليا العافيه حويجه ديو لنا هما كلهم حرقوا لينا امنين حرق لينا حويجه ديو لنا هذيك اسمها حرقنا المعنات حرقنا التلفازه حرقنا لينا اسمه 20 خده وربعه مانط الحويجه ديال الكوزينه كلشي هرسهم لينا كلشي هرس المعدات ديال الدار كامل هرسهم لينا حنا بغينا نهربوا من الدار بغينا نخويو دوك حنا غدا يمكن عاد نمشيو للعمل ونعتصموا ونقعدوا تما نمشيو للعمل ونقعدوا تما صافي نديو معناتنا ونقعدوا تما صافي الدار غنسدوها صافي الله يرحم والديك حنا خفنا هو تيهدد امه بالقتل حنا خفنا شي نهار سبعه قتلنا وهو عنده 30 عام راه عاد راجل 30 عام على كارت ديالو كلشي ما بغاوش يديروا معنا تحل والو دوك ما عرفنا كي نديروا ما عرفنا كي نمشيو غدا حنا نخرجوا نمشيو للمحكمه ولا نمشيو للعماله ونقعدوا صافي خرجوا حوايجنا ونمشيو نقعدوا تما صافي الله يرحم والديك. إذن مشاهدينا نتمناو ليه الشفاء العاجل ان شاء الله مشاهدي قناه شوف تيفي كما قلت في هذا البث المباشر كما شفتوا معنا في التصريح ديال الاسره ديال هذا الشاب اللي هو كيعاني من اضطرابات نفسيه ومختل عقليه مشاهدي قناه شوف تيفي كما كتدعي الاسره ديالو انه حرق لهم الدار باكملها لكن للاسف تيقولوا انهم خلصوا سيارات الاسعاف لكن المعنيين بالامر خارج التغطيه مشاهدي قناه شوف تيفي نعود لكم ان شاء الله في مباشر اخر في موضوع اخر الى اللقاء.